ولا ضد قرار فصل او استبعاد عمرو ورده من المنتخب؟ لا مع القرار طبعا، القرار هيبقى مدرب فنيا، ما عندناش بدائل في المراكز ورا المهاجم، بس مع القرار طبعا. كنا بنشوف جيل 2008 بيجمع فلوس ويبنوا مسجد، دلوقتي بنشوف جيل غريب جدا. صراحة انا شايف اللي هو عمله على الانستجرام ده حرية شخصية، حاجة بره نطاق الكورة، هو بيلعب كورة حلوة او وحش ملوش علاقة بانه بيكلم مين او بيعمل ايه على الانستجرام. عمرو ورد لعيب كويس يعني المنتخب بيستفيد منه، بس يعني اللي هو عمله ده ملوش علاقة بلعبه او مش بلعبه، يعني هما بيدمروا كده نفسية اللعب. انا كان عمل تحقيق عادي وكان ياخد عقاب عادي جدا، انما استبعاد ده صعب جدا، انا استبعد لعب من بطوله كبيره من تاني مباراه، انا كده بقضي عليه. الشخصيه ده وحاجه دي على جنب، انما الكوره دي حاجه تانية، لو حاجه انها مثلا هتوقع المنتخب ولا الكلام ده ما ينفعش نشيله. لا الصراحه ما استبعدوش خالص، يعني المفروض ده اساسا في المنتخب خلاص بقى. معلش يا باشا، بس دي اخلاق، في اخلاق رياضه وفي اخلاق نفسيه، ده راجل اخلاقه غير، يعني خدت بال حضرتك يعني اللي هو عمله دوت بيسوق باي راجل من المنتخب بشكل عام؟ لا 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 بصراحه، يعني هو المفروض يتنزر بس الاول، وبعد كده بقى ان شاء الله هيمشي كويس. يعني والله هو قرار كويس، اذا ثبت قيمته هو شيء كويس من اتحاد الكره. ما بس هو يعني شايف ان هو قوي شويه، المفروض ان هو على الاقل يعني يتنزر المره دي، يبقى فيه حاجه، لكن الاستبعاد فيه يعني شده شويه. ايوه طبعا لازم ده يكون درس لبقيه اللعيبه كلهم، عشان ما حدش يتجاوز النواحي الادبيه، مش كل حاجه النواحي الفنيه، اللعيب ومهاره وكل حاجه، بس لا النواحي الادبيه طبعا مهمه جدا.